السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، مسألة فقهية متعلقة بوقتنا، إذ نحن في شهر شعبان، وشعبان شهر الصيام. فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية: كان حب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان. وسبب صوم شعبان والإكثار منه ما ثبت عند النسائي وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا هو السبب، والعمل الذي يرفع في شعبان إلى رب العالمين هو عمل العام. ولكن ورد حديثان فيهما نهي عن صوم بعض شعبان. الحديث الأول ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الحديث لا يعارض صوم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، ومن هذا القليل لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا الصوم وهذا النهي عنه إنما هو للاحتياط لرمضان، فلا يجوز للإنسان أن يصوم آخر شعبان احتياطاً لرمضان، منهي عنه بهذا الحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه، أي له عادة من صوم، فليصم ذلك اليوم. هل هذه للإباحة أم للاستحباب؟ من كانت له عادة كمن يصوم الاثنين والخميس فوقع قبل رمضان بيوم، يوم الاثنين، هل يستحب له أن يصوم الاثنين أو يباح له؟ الراجح الاستحباب، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل آخر: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ وسرر شعبان آخر شعبان. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطرت فصم يومين، وفي رواية: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. فجعل بدل صوم من شعبان يومين من شوال، فدل على فضيلة صوم شعبان. فالنهي عن صوم آخر رمضان إنما هو للاحتياط. أما من كانت له عادة أو كان عليه قضاء أو كان عليه نذر فليس عليه حرج في الصيام. وهنا مسألة تتعلق بالنساء، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وفي رواية: أن تصوم غير رمضان وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. هذا نهي عن صوم التطوع للمرأة وعن صوم القضاء الموسع. أما إذا ضاق عليها الوقت بحيث لم يبق من الوقت لرمضان إلا ما تستطيع أن تقضي ما فاتها من رمضان سابق، فإنها تصوم ولو لم يأذن لها زوجها. ولذلك لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من قضاء رمضان إذا ضاق عليها الوقت، ولا يلزمها أن تستأذنه.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علينا الصوم من رمضان فلا نستطيع أن نقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، رواه أبو داود. وفي رواية النسائي: إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصيام. وفي رواية الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذا فيه نهي عن الصوم بعد النصف من رمضان، بعد النصف من شعبان فيه نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا الحديث معارض لصوم النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أصمت من سرر شعبان، وحديث لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، فدل على أنه صام بعد النصف، فكيف الجمع؟ جوابين للعلماء. الجواب الأول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، إما شاذ وإما منكر، وعليه أكثر العلماء، فلا ينهى أحد عن صوم شعبان بعد النصف، هذا القول الأول. القول الثاني من يصححه وهم مجموعة من العلماء كثر، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. ما معنى الحديث عندهم؟ قالوا: النهي يحمل عن ابتداء الصوم بعد النصف، يعني إذا بقي نصف من شعبان فلا تبدأ الصيام، لأن ذلك يضعف الإنسان. إذا بقي نصف من شعبان فلا تبدأ الصيام، فمن صام في النصف الأول له أن يصوم، لأن الرسول كان يصوم شعبان إلا قليلا. أما من لم يصوم في النصف الأول أبدا وأراد أن يبتدئ الصوم من النصف إلى آخر شعبان، قالوا يكره له ذلك. هذا من يصحح الحديث. وفي هذا الحديث دلالة على كراهة إفراد يوم النصف من شعبان بالصيام، وعليه العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: أما صوم النصف مفردا فلا أصل له، بل صومه أي إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الزينة، تظهر فيه الزينة وتصنع فيه الأطعمة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة. نعم، ورد في النصف حديث مختلف فيه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث يقول العلماء لا يتعلق به عبادة خاصة، إنما فضل من الله ومغفرة منه لمن توفر فيه شرطان: من لم يشرك بالله، ومن لم تكن بينه وبين إخوانه شحنا، فمن كان كذلك نالته المغفرة. ولذلك قال زيد بن أسلم: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. فليلة النصف لا تختص لا بعبادة ولا بقيام ولا بتوزيع طعام، إنما فضل من الله على المسلمين إذا لم يشركوا بالله أو لم يكن بينهم وبين إخوانهم شحناء. هذا ما يتعلق بهذا الشهر، وهي تذكير وكلمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.